الله نروحو نتاخبو قالها واحد قالها واحد تساعد الامورات تاع البلاد تاعنا فهمت ان شاء الله قالها واحد تحسن البلاد ان شاء الله قالها واحد يعدلوا لنا قطاعات هكا كيما قطاع الصحه قطاع السكن قالها واحد يوفروا لنا كيما نقولوا العمل انسان كي يخرج بار اكزومبل يخلص قرايته يلقى خدمه ماشي يقعد يدور برا تسمى اللي جان هادو اللي قاعدين يتخرجوا تسمى ما يلقاوش عمل ان شاء الله يكونوا ما اللي وعدوه ان شاء الله يحقوه تسمى الاهداف اللي طرحوها لكل واحد بالبروغرام تاعو ان شاء الله يحقق البروغرام تاعو ونتمنى ان شاء الله تتحسن الاوضاع وتسكن البلاد ان شاء الله ان شاء الله فيها خير الانسان اللي فيه خير للبلاد نتاعنا وهو اللي يعني نقولوا احنا يعتني بالمواطنين ويعطي الخير والحقوق للشعب الجزائري هذا كل الانسان اللي يستاهل البلاد نديروا نفوت عليه نتمنى البلاد تاعنا تكون مطوره بزاف 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 ثاني العمل يكون للشباب يتوفر العمل للشباب تاني بزاف 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 يطوروا لنا في المستشفيات يطوروا لنا في بزاف عفايس الشباب انا نشجع انه يفوتي باسكو لازمو ينتخب لازمو يدير كارت انتخابات لازمو يكون معك كيف راه نفهمك انا لازم يكون مشارك باللي راه وطني باللي وكذا ونخرجوا ان شاء الله النتيجه احسن وخلاص هذا واش نتمنى احنا للبلاد نتمنى ان شاء الله باش الرئيس راح تنتخبوا الشعب الجزائري ان شاء الله يكون في المستوى ويقدم جديد للجزائر ونشوفوها كل مره تتقدم اغلب الجاليه الجزائريه ينتخبوا ميم رانا في الدول الخارج يعني بيسهل لنا ان شاء الله ويوفق بلادنا وتحيه الجزائر 1 2 3 فيفا الجزائر